لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا خصوم دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 5/6/2022، وتعالوا نشوفوا اسعار اللحم العجم النهارده في سوق دمنهور مع المعلم جابر فرجاني بتاع ابو المطامير. الناس المحترمين بتوع ابو المطامير النهارده منورين في سوق دمنهور. صباح الخير يا معلم جابر، كل سنه وحضرتك طيب، عامل ايه يا غالي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي، فرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي عشان ربنا يبارك للمال واصحاب المال واصحاب النصيب اللي اشتروا المال ان شاء الله. الله اكبر، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. دي لبنية، دي لبنية ما كسرتش لسه، بسم الله ما شاء الله. ودي كسرة جوز، واللي هناك، واللي هناك لبنية، لبنية، اللهم صل على النبي. على مين؟ على مين؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال، الله اكبر، فرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الحاج جابر، والحاج جابر والله الظل قاعد يبيع ويكسب. عمرك قد ايه؟ سنتين دي يا عم جابر؟ قد ايه؟ سنتين كسره شوف، معديه السنتين، اللهم صل على النبي، يعني تنفع تحيه 100 100، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك في مالك يا حاج جابر، اللهم صل على النبي، الله اكبر. الله وكيل بمرد اللي عامله كام؟ 17000 بس. 17 بس، اللهم صل على النبي، 17000 بس يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال، الله اكبر، تحيه العيد دي، فرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي، عامله 17000، الله اكبر، وربنا يخرب بسم الله ما شاء الله، فرج على المال، عامله 17 ايه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عامله كام دي الاخرى يا معلم جابر؟ 17300 بس، الله اكبر، ودي ب 7500، دي 17500، اللهم صل على النبي، الله اكبر على الماء، الله يبارك لك يا معلم جابر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر، فرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي، اللهم صل عليك يا نبي. معاك حاجه غير الثلاثه دول؟ الحمد لله، كان في خير يا مدام، الله يصلح حالك، الله يصلح حالك وحال الجميع، اللهم امين يا رب، وتصلح حال العالم كلها يا رب، اللهم امين. طب ادينا الرقم يا معلم جابي. 0106 4 6 9 6 4 0 7، المعلم جابر فرجاني ابو المطامير محافظه البحيره. يا جماعه اي حد يعوز حاجه يتواصل مع الراجل المحترم دهوت، اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابد ومتشكرين يا معلم جابر، الله يبارك لك ويصلح حالك، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. سلام عليكم حاج محمد الحرباوي، طبعا الراجل المحترم، الراجل اللي في السوق مصداقيه في ارض الله، والنبي التسكيبير بتاعي لك، الله اكبر. صباح الخير يا عمدي، كل سنه حضرتك طيب، عامل ايه يا غالي؟ الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله، الاسعار عاملين النهارده في دمنهور، بسم الله ما شاء الله، العجم اللحم يا جماعه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله على المال، اتفرج ومل عينيك وصلي على حبيبك النبي اللي عايز اضحيه بما يرضي الله مع الناس المحترمين النهارده، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اعمار قد ايه يا حاج؟ سنتين يا حاج، اللهم صل على النبي، كسره وده لسه مفلجه، دي واحده مفلجه اهيت، واحده كسره، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللي عايز اضحيه بما يرضي الله، بسم الله ما شاء الله. حبيبي عامل ايه يا غالي؟ الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. يلا دي عامله كام ودي كام يا خال؟ والله بنرد لك ب 17 ونص، 17 ونص و19 ونص، الله اكبر، 17 ونص و19 ونص يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، يعني الاثنين عاملين 37000، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، والله يجوز، بسم الله ما شاء الله، احسن من العجلة ب 40000 ولا 45000، اللهم صل على النبي. معجب بيهم يا حاج، مصارهم ليه معجب بيهم؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر على المال يا جماعه، اللهم صل على النبي،
الله يبارك لك يا حاج، يعني شغال في اللحم على طول؟ الحمد لله. ما تعرفناش باسمك طيب؟ اسمي سمير محمد غازي ابراهيم. معلم سمير محمد غازي ابراهيم قاعد فين يا معلم؟ مركز ابو حمص الجنوية. الجنوية مركز ابو حمص، الناس المحترمين اللي مشرفين نفسهم في اي مكان. ايوه يا ابو. الله يبارك لك، ادينا رقمك لو حد عايز حاجه اتواصل معاه. 03 1 95 3 4 2 7. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. متشكرين واجعل صباعك ابد ان شاء الله. الله يبارك لك يا حاج. حاج محمد يا حرباوي صباحنا ابيض، معاك النرد يا محمد. خلاص يابا. معايا شبتين، واحده ايه واحده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الله اكبر. عمر قد ايه يا عم محمد؟ عمره 25 سنه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. مرضوش يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر. اللهم صل على النبي. معلش يا حاج محمد هناخده من وقتك دقيقة. ماشي حبيبي. حبيب الله يبارك لك، عاملة كام الشابة دي؟ 14 و700. بسم الله ما شاء الله. كسرة حاجة يا حاج محمد؟ لا ما كسرتش، مفلشة. مفلشة. 16 و300 الثانية. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ديت ب 15 و600. 16 و300. وديت ب 15 و300. 600. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال، الله أكبر. الله يبارك لك يا حاج محمد. اللهم صل عليك يا نبي. معك حاجه غير الثلاثه دول؟ لا والله. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. طب ادينا الرقم يا حاج محمد. طيب 010 18 95 64. الحاج محمد الحرباوي الله يبارك له، ابو المطامير وتجار ابو المطامير، الناس المحترمه. سلام مزامير لابو المطامير، الناس التقيله. الله يبارك لك يا حاج محمد. بسم الله ما شاء الله على اللحم يا جماعه. النهارده العجم اللحم، عم الشحات مربوط بيهرب مننا اهوت اهو. يا عم شحات انت بتهرب مني ليه طيب؟ ايه يا عم شحات، السوق عامل ايه النهارده؟ السوق والله تعبان. مريح برضه؟ مفيش سحبه. انخفاض في الاسعار يا جماعه، اللحم النهارده في سوق دمنهور الدولي العمومي، المعلم شحات برغوت طبعا ابو حمص وتجار ابو حمص، اللحم التقيل الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. الاعمار قد ايه يا شحات؟ عمر سنه ونص، سنتين الا ربع. سنتين الا ربع وسنه ونص. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معلم ابراهيم والله الناس بتضحي. الناس بتضحي السنه يا عم اسكت. يعني فيه هبوط في الاسعار؟ الناس قالت لك عايز اخد الباب ببلاش. يعني الاسعار النهارده مرتاحه خالص زي الطير. الله يعوض عليكم. الله يعوض عليكم ويقويكم. الله مضمون. الله يعوض عليكم. عاملين كام دول يا عم شحات؟ 17 و300 و18 ونص. الله يبارك لك يا عم شحات. عم شحات برغوت طبعا يا جماعه من زهق ولقح التليفون، ما عادش معاه تليفونات عشان ناخده تليفونه. فاللي عايز حاجه هيخش سوق دمنهور هيلاقيه موجود. الله يقويك يا عم شحات. حاج ابراهيم صباح الفول. صباح العسل. انخربت خد لك قالب بقى، هي كده خلاص. معلش الله يقويكم ويعينكم. 14500 و15 ونص. 14 يعني الاثنين ب 30000. ب 30000 حق عجل دكر. الفتحه لو جبت حد ما هو شاريهم برضه هيقول لك لا ب 12000 وب 10000. يا نهار ابيض. معلش يا حاج ابراهيم، زي ما انتم شايفين يا جماعه التجار بتغاني النهارده اهيت من هبوط الاسعار. اللحم النهارده في سوق دمنهور. الله يقويك يا حاج ابراهيم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله. السلام عليكم يا عمدي. احنا سامعين في هبوط في الاسعار في اللحم النهارده. في برضه فعلا. حقيقة. الله يبارك لك. يعني هبوط في الحته 1000 ولا 2؟ 2. لا لا يا اخي. لا 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 ما وصلش. قد ايه يا حاج كده؟ يعني 500 600. 500 600 هبوط في الاسعار. الله يقويك. يعني اللي عايز يشتري اليومين دول. اللي عايز يشتري متاح ياخذ اليومين دول. اليومين دول. قبل الاسعار بترفع. قبل الاسعار هترفع. هترفع ايه؟ هترفع والله. الله يقويكم. الاسعار هترفع يا جماعه. نعم. العلب غالي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. عامله كام والله يا حاج؟ يا اخي خليها على الله. 15400. عامله كام والله؟ 15400 كسره جوزك. 15400 كسره. والله ما اللي فتح لك سنه وصورات يا سمير السلم. بسم الله ما شاء الله. يا عم مصدقينك اللي كسره جوز والله. على مهلي. اللهم صل على النبي. شوف شوف كسر جوزة يا جماعة. كسر جوزة. الله يبارك. تجنش يا عم. الله أكبر. عاملة كام والله؟ يا عم ده 18000 ونص. 18000 ونص. لما الراجل ده بيتكلم ليه كده؟ ما هو أبو أبي بيهز.
بيهزر؟ بيهزر. لا يا عم ما فيهاش هزار. عامله كام الله وكيل؟ 18400. 18400 يا عم انت زعلان ليه وانت مفكر احنا هناخدوها ونمشوا غصب عنك؟ احنا عايزين نعرف الحقيقه بجد. الحقيقه ب 18400 وب 17000. 18400 و 17000 الله يقويك يا حاج. ب 17000 بسم الله ما شاء الله. محمد الحربوي عايز. حاضر نريح له بسم الله ما شاء الله. عايز لحمه اكتر من كده بقى. الله يبارك لك يا حاج. اقوى لحمه احلى لحمه. يهجس شباب يهجس. الله يكون الاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء. رقمي 011-29-20-95-39. باي باي يا عم شحات. نارك ابيض معلم شحات برغوت. اوعى تعدي عليه وتفوت وتعدي عليه الراجل المحترم. الله يبارك لك عم شحات.